السلام عليكم، معكم السيد علي من الإسماعيلية مصر. طبعا زي ما انتم شايفين اللي بينطبق على الحريمي برضو بينطبق على الرجالي. زي ما انتم شايفين النهاردة هنتكلم على جواكت البدل، وجواكت البدل زي ما انتم شايفين تقريبا جايبين النهاردة بس 6 أشكال للبدل، وهم دول اللي ممكن ان احنا من خلالهم ان احنا نغير الموديل بتاع البدلة. موديل البدلة بيهتموا بيه بيكون بزرار او بزرارين او ب3 زراير، وفي ناس بتعمله اللي هي الكورشال، وفي ناس بتعمل لياقة زي لياقة البليزر اللي هي القديمة بتاعت زمان ودي نزلت موضة دلوقتي، وفي بيعملوا اللياقة العريضة وفي بيعملوا اللياقة الرفيعة. فانت مجرد انك انت تشوف اللياقات وتعرضها على الزبون او تعرضها على الانسان اللي هيفصل وتبدأ تشوف فكره، هل هو حابب لياقة عريضة، حابب لياقة رفيعة، حابب لياقة كرشال، لياقة منفصلة زي كده، بتكون الشكل اللي هو عايزه هو اللي بيختاره وبيعمله. طبعا اهم حاجة زي ما قلنا في الجاكيت موضوع الزراير، بيختار مثلا عايز زرار او 2 او 3 زراير، طبعا كنا شرحناها قبل كده في طريقة تفصيل البدلة في الباترون بتاع البدلة. فاللياقة في التصميم الازياء لما بيكون عندك برضو انماط قدام منك في اللياقات مختلفة بتقدر من خلالها انك انت تقدر تحدد وتقول الشكل اللي انت عايزه ايه. طبعا ما تنسوش تعملوا مشاركة للقناة وتدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم.